تعالوا نروح بقى الاخبار، نبض 100 عقبه. واول اخبارنا من عند فوز امبارح لمنتخب لنادي الزمالك لكوماندوز اليد على نظيره كانو بيلرز النيجيري بنتيجه 45-21 في اخر مباريات دور المجموعات ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه والمقامه حاليا في دوله النيجر. انتهى الشوط الاول بتقدم الفارس الابيض على فريق كانو بيلرز النيجيري بنتيجه 23-10. تالق من نادي الزمالك كقائد الفريق طبعا واسطورته احمد الاحمر وحارس المرمى كريم هنداوي وعمر الوكيل بكار وحازم ممدوح ومصطفى بشير. وهيلعب الفريق النهارده مباراه دور الثمانيه في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره والثانيه بتوقيت النيجر. هيواجه فريق كريكوس الاثيوبي. اتمنى ان شاء الله توفيق لنادي الزمالك، خلاص يمكن اقل من ساعتين وان شاء الله نشوف نادي الزمالك بيلعب مباراه دور الثمانيه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، مباراه الادوار الاقصائيه خلاص، يعني المباراه اللي يخسر يطلع بره. كل طبعا التوفيق لكوماندوز اليد في نادي الزمالك. ونروح لخبر تاني خاص بفريق رجال تنس الطاوله بنادي الزمالك اللي اختتم تدريباته بقياده كابتن احمد حلمي. طبعا اللي اختتموا تدريباتهم بالقلعه البيضاء استعدادا لمشاركتهم ببطوله الدوره المجمعه الاولى واللي هتبدا فعاليتها يوم 15 حتى يوم 18 من مايو الجاري. طبعا ده هيكون على ملاعب نادي الزهور بمدينه نصر، وبيواجه فريق رجال تنس الطاولة بنادي الزمالك أندية الإسماعيلي، المنصورة، سبورتينج، الأهلي، مصر للتأمين وفريق أمبي. طبعا أكد كابتن أشرف محروس مدرب الزمالك أنه هو بيأمل في تتويج الفريق الموسم ده بلقب البطولة وإسعاد الجماهير الزملكاوية. وأضاف كمان كابتن أشرف محروس أن فريق الزمالك بيراهن على العديد من النجوم المحترفين بالأندية الأوروبية زي أحمد صالح ومحمود أشرف ومحمود أشرف حلمي وكريم العراقي، إلى جانب اللاعبين المحليين المتميزين زي سيد رمضان، محمد وليد وأحمد أشرف. طبعا كل التوفيق لرجال تنس الطاولة بنادي الزمالك، بنتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة القادمة.